استهدفت قوى العدوان السعودي اليوم مصنع اسمنت تهامة في مديرية بني قيس بمحافظة حجة بست غارات جوية أدت إلى تدمير المصنع وإحراق أقسامه المختلفة. وتأتي هذه الغارات ضمن سلسلة جرائم العدو التي تهدف من خلالها إلى تدمير الاقتصاد الوطني وكل مقوماته. إلى التفاصيل. تلجأ قوى العدوان الصهيوني السعودي الغاشم ومنذ اليوم الأول لعدوانها إلى استهداف كل مقومات الحياة للمواطن اليمني. ولعل الجريمة التي قامت بها قوى العدوان اليوم باستهداف مصنع اسمنت تهامة تأتي في سياق تلك الجرائم الهمجية والممنهجة التي تعبر عن الوجه القبيح لقوى العدوان ومدى حقده التفين تجاه هذا الشعب ومقدراته. هذا المملكة العربية السعودية ضربت مفخرة من مفاخر اليمن، تسبع لشخص رجل فاضل لا عنده لا حوثيين ولا أسلحة ولا عنده أي شيء، رجل فاضل يعني رجل خير للناس بكلهم، لكن ضربوا حجبوا كلهم. هذه أعمال إرهابية وجب أن يقوم بها النظام السعودي الظالم، فقد ضربنا هذا المصنع الذي لا يمثل أي خطر عليه، وإنما يمثل ما في إعمار اليمن يساهم، لأن مصنع أسمنت ولا يوجد فيه لا أسلحة ولا دبابات ولا صواريخ، ما يوجد فيه شيء، ما يوجد فيه شيء غير الآلات والمعدات والديزل. المصنع تم استهدافه بست غارات جوية أدت إلى تدميره بصورة كاملة، حيث استهدفت الطاحونة الأساسية للمواد الخام وقسم التعبئة والتغليف وخزانات الوقود ومولدات الكهرباء، إضافة إلى تدمير هناجر التخزين والمواد الخام. حدث أول ما ضربوا البراميل تنتين ضربات، وردوا طاحونة ضربتين، وردوا ضربوا الهنجر ذو وضربوا هناك، لكان طاحونة والهنجر يلا والله ما يوقع منها. اثنين صواريخ على الطاحونة وثلاث صاروخ على المولدات حق المصنع واثنين على التيزل. ستة أشهر مضت ونلجوا في الشهر السابع، ولا يزال هذا العدوان السعودي الأمريكي الغاشم مستمرا في عربدته على وطننا ليرتكب أعداء الإنسانية فيه أبشع الجرائم وأكثرها فظاعة، وليكونوا هم آل سعود ومن تحالف معهم فراعنة هذا العصر بكل جدارة. إبراهيم هاشم لقناة اليمن الفضائية محافظة حجة.